مثل ما قريتوا تحت بالعنوان، ب3 دقايق بوشار صحي لأصحاب الدايت وللعيلة كلها كمان. كباية ملح بحركها بكعب الطنجرة وبنطر عليها تتسخن. حضيف عليها بوشار. بعرف شو عم بتفكروا هلأ، عم بتقولوا لشو كل هالملح هيدا؟ حرام، نص كباية ملح يعني هيدا ضرر. صدقوني الملح ما حيلزق أبدا على البوشار لأنه ما في زيت، بس هيدي الطريقة منتبعها مع الطناجر الألمنيوم. إذا ذاكرين أنا قبل هلأ نزلت طريقة عمل البوشار بطنجرة سيراميك، جتني كتير كومنتات إنه في ناس ما عندها طنجرة سيراميك أو حتى تيفال، فشو بيعملوا؟ هيدي هي الطريقة، بتحطوا نص كباية ملح، تنطروا عليها تتسخن، بتحطوا فوق البوشار وبتحركوها لبين ما سخنت، ما بتشيلوا ايدكم لأنه الملح بيحترق والبوشار كمان حيحترق معه. بقى بتحركوا هيك بهالطريقة لبين ما سخنوا كتير وبلشوا يفرقوا. يفضل ما تكتروا كمية البوشار بالطنجرة، تبس يبلشوا يفرقوا ياخدوا راحتهم بالطنجرة. يعني أنا اليوم جبت خصوصي هالطنجرة الألمنيوم كرمال الناس يلي ما عندها طناجر تيفال أو سيراميك، فيكن تعملوها بكل بساطة وتاكلوا شي صحي ومنه مضر. كل مرة بجرب أعمل لكم فيديوهات عن جد تستفادوا منها. مثل ما شفتوا ما بنشيل إيدنا أبدا، دغري بيحترقوا، ضروري جدا تتموا تحركوا لبين ما فرقعوا. هلا ليكو في حبات بلشت تفرقع، بلشت، لازم غطيها بقى. اعملوها اول شي هيك تيصيروا كلهم متساويين، غير غطوا، خلوها هيك نص فتحة. سامعين الصوت؟ هلا منصير نحركها هيك كل كام ثانية، بتحركوها بهالطريقة. عبالي فرجيكم اياه، بالفيديو الماضي كان الغطاء ازاز، كان فيكم تشوفوا، هلا ما بعرف، بخاف يطير علي. ليكم على فكرة انا كتير بحب الطبخ بهيك طناجر، بس تعرفوا تسيفها وتنظيفها كتير صعب. سمعتوا الصوت كيف صار؟ بلشت الفرقعة تخف، معناتها خلص فرقعوا كلهم. حطفي الغاز تحتها. ما شاء الله. الملح صار كله بكعب الطنجرة، منه لازق بالبوب كورن أبدا. حفضي الباقيين بجاط كبير وفرجيكم الملحات يلي كعب الطنجرة. لاحظتوا؟ شفتوا الملحات؟ بعدهم كلهم بقلب الطنجرة، ما تعتلوا هم خالص. وبنهاية هالفيديو بتمنى يكون عجبكم أول شي، وتاني شي بتمنى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب تتشجعوني نزل لكم فيديوهات أكتر. صحة وهنا.